وصفتنا النهاردة وصفة خطيرة ولذيذة وبأبسط المكونات زي ما انتم شايفين كده، بسكوت بالسمسم حلو جدا جدا، وكمان احلى حاجة فيه ان هو بسيط ونتيجته هتعجبكم جدا. شايفين شايفين لونه ولا ريحته وجماله؟ جربوا الوصفة معايا، خليكي معايا، الوصفة خطيرة وجميلة جدا للكيتو ولكل انواع الدايت. يلا جهزي مكوناتك اول ما تشوف الفيديو، ويلا ابتدي معايا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن حال، وحشيني قوي، انا بحبهم جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة لذيذة قوي، هنعمل بسكوت حلو جدا زي ما انتم شايفين، بمكون جميل جدا وهو السمسم. السمسم طبعا معانا في الكيتو ومعانا في كل انواع الدايت، مليان فوائد كبيرة جدا وكتيرة. هنعمل وصفة النهاردة زي ما انتم متعودين معايا اقتصادية بالسمسم وبعض المكونات كده، بسيطة قوي ولذيذة جدا. قبل اي حاجة انا عايزة النهاردة اشكركم بجد 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 على كل تعليقاتكم الحلوة، انا بحبكم جدا وبحب كل الكلام، سواء كان نقد او يعني بعد اوقات، يعني الحمد لله عندي على القناة مفيش تعليقات غير نادرة جدا اللي بيكون فيها يعني شوية كده نقد بسيط، لكن معظمها ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله، مدح وشكر وكلام بجد بجد. بفرح جدا جدا بكلامكم الحلو ده، ربنا يخليكم ليا تفضلوا جنبي ودعم ليا ودعم للقناة. اتسألت كمان على ان يعني عايزين نبعتوا تطبيقات على الحاجات الوصفات اللي بيعملوها حبايبي مشتركيني الكرام الغاليين على قلبي. انا عندي الصفحة على الفيسبوك باسم منال هوم بالانجلش زي بالظبط القناة، وعلى الانستجرام نزلوا لي فيها تطبيقاتكم، اكتبوا لي تعليقاتكم، اكتبوا اي حاجة، الحمد لله بفضل الله على قد ما بقدر بجاوب على اي حد بيطلب مني حاجة وبيسأل على اي حاجة. بشكركم جدا ورغيت كتير، بس انا بحبكم قوي وانتم اخواتي واصحابي وحبايبي وعيلتي التانية زي ما دايما بقول لكم. حبيت لازم اشكر كل حد بيسأل عليا وكل حد بيقول فيا كلمة حلوة، وحتى لو حد بيقول كلمة مش ظريفة برضك كله بالنسبة لي بتبقى لازم اخد بالي من اي حاجة، حتى سواء يعني النقد، اضاءة، مش عارفة ايه، حاجات بسيطة كده لازم اخد بالي منها، لان طبعا انا عايزة على قد ما اقدر وبفضل الله ان شاء الله اعمل لكم احسن حاجة. يلا بينا على طول بقى نخش على الفيديو بتاعنا والوصفة النهاردة. هنعمل النهاردة البسكوت. اول حاجة انا جايبة 100 جرام من السمسم، ممكن اعمله بالسمسم الابيض او الاحمر، في سمسم بني كمان بلاش منه عشان بيبقى مر شويه. 100 جرام تقريبا هيكونوا 10 معالق طعام، 10 معالق عشان اللي ما عندوش ميزان بالشكل ده بملاها 10 معالق بيطلع معايا 100 جرام. يلا بينا هنطحن اول حاجه السمسم. ما احنا شايفين كده بطحن السمسم في المطحنه، بس طحن متقطع عشان ما يتحولش معايا، طبعا احنا عملنا قبل كده من السمسم الطحينه، فلو طحنا جامد هتنعم قوي معاكي، لا انا بطحن طحن متقطع. خلاص بعد ما طحنا السمسم هنبتدي هنا نحتاج معانا 2 بيضة، انا هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ادي البيضتين وهضيف عليهم قليل من الفانيليا، ممكن اضيف كمان خل لو انا ما عنديش فانيليا، وهضيف كمان اهي حوالي ربع معلقة من الفانيليا السايلة، وكمان رشة ملح عشان البسكوت ده هيكون يعني مملح شوية. خلاص وهبتدي اضرب البيض كويس جدا. زي ما احنا شايفين كده بعد ما ضربت البيض كويس جدا، وهبتدي بقى هنا اجيب المكونات الجافه اللي هي هتكون معايا 100 جرام من السمسم، هضيف عليهم معلقتين من دقيق اللوز، ما عنديش دقيق لوز ممكن استبدلهم بدقيق جوز الهند مفيش مشاكل خالص. هبتدي كمان اضيف ربع معلقه صغيره من البيكنج باودر، وهبتدي اقلب المكونات الجافه دي كلها اللي انا هنزل بيها على البيض والملح اللي احنا هضفناهم في الاول خالص والفانيليا. هقلب بس المكونات الجافة كلها كده عشان ابتدي انزل على البيض بالمكونات ديت. هبتدي انزل بكمان معلقة من زيت الزيتون على الخليط دوت، معلقة واحدة، وهبتدي اقلب وهنزل بقى بالتدريج بالايه بالمكونات اللي هي الجافة دي، حبة حبة كده هنزل بيهم
اللي هي كانت عبارة عن تاني هنراجعه مع بعض، بالسمسم 100 جرام، السمسم طحنته، ومعلقتين من دقيق اللوز او دقيق جوز الهند تجنزل كده، و اقل من ربع معلقة من البيكنج باودر. هبتدي اقلب الخليط ده كله مع بعض بالشكل ده، وهبتدي انزل بيه في صينية، الصينية فيها ورق الزبدة، وزي ما انتم شايفين انا يعني تيجي اقلبه كده، شايفين اقلب كل المكونات كده، وهبتدي اجيب الصينيه. انا جبت صينيه ودهنت فيها قليل من الزيت ورق الزبده بالشكل ده زي ما انتم شايفين، زي ما انتم متعودين معايا. انا بحب ادهن صراحه ورق الزبده عشان ما يلزقش معايا خالص الخليط يعني. وابتدي هاخده كده كله، وهبتدي افرده في الصينيه. طبعا زي ما اتفقنا الفرن على درجه حراره 180، وهبتدي افرد الخليط بالشكل ده بسمك، احاول ان انا اساويه كله. عشان ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، بفرد كده اهو، واحاول اخليه مش تخين عشان تبقى البسكوته معايا حلوه مقرمشه اهي. احاول بس افرده كده اهي واسوي. هبتدي بقى اضيف زي ما انت حابه بقى، انا هضيف حبه البركه، عايزه تضيفي سمسم، عايزه تضيفي يعني زعتر، براحتك خالص. انا بحب قوي زي ما قلت لكم حبه البركه، وكمان هضيف قليل من السمسم اللي هو انا ما طحنتهوش اهو بالشكل ده، وهدخله الفرن. ناخد بالنا جدا ان هو مش هياخد وقت كتير عشان السمسم يعني بيتحمص بسرعه او بيتحمر بسرعه، يا دوبك كده يعني من 12 ل 15 دقيقه، والرف الوسطاني ونشوف مع بعض شكله هيكون عامل ازاي. زي ما احنا شايفين كده بعد حوالي 10 دقايق انا هبتدي اطلعه، لان انا طبعا البسكوت كانت عجينه طريه فما قطعتهاش. هبتدي اطلعها من الصينيه واقطعها زي ما انت حابه، مربعات، مستطيلات، مطوله، براحتك خالص، عشان تبتدي ان هي تبقى كل واحده بسكوته منفصله عن الثانيه ومحمصه زي ما هنشوف مع بعض كده. تيجي بقى اقطعها زي ما احنا شايفين، هي لسه طبعا طريه بس تماسكت عشان مش هتلزق في السكينه. هبتدي اقطعها زي ما احنا شايفين، انا هعملها بالشكل ده كده، صوابع كده، كل واحده هتبقى منفصله عن الثانيه، وهدخلها تاني الفرن لحد بقى ما تبتدي ان هي تتحمر خالص بالشكل ده. شايفين هي حتى لو انا حابه اشوفها هلاقيها، بصوا هتبتدي تنفصل عن الورقه، بس انا هدخلها بالشكل ده تاني، وهدخلها على الفرن بالشكل ده لحد ما تبتدي ان هي تتحمص بقى وتيجي معايا اللون الاحمر الحلو. زي ما احنا شايفين كده لما سبتها في الفرن حوالي بعديها بخمس دقايق او سبع دقايق، طفيت النار وسبتها خالص جوه الفرن عشان تتحمص وتبقى مقرمشه. وهوريكم دلوقتي بقى، بصوا بصوا هي انفصلت عن بعضها لان هي اتحمرت وبقت حلوه جدا، شايفين لونها حلو قد ايه، وهتعجبكم جدا. دلوقتي هنقدمها في طبق التقديم. زي ما احنا شايفين حبايبي قد ايه البسكوت حلو جدا، بصوا الوصفة سهلة جدا وكمان مكونات بسيطة قوي. اتمنى النهاردة الفيديو يكون عجبكم. اهم حاجة ما ننساش ان احنا بعد ما بنسويه وبنطفي عليه النار وخلاص هو استوى واحمر، هسيبه في الفرن لمدة لحد ما الفرن يهدى خالص عشان يكون معايا مقرمش. عايزة اسمعكم القرمشة بتاعته، بصوا يا رب تكون وصلت لكم.
طعمه حلو قوي، جربوا الوصفة. ولو انت اول مرة تشوفي قناتي يا ريت يشرفني انك تشتركي في القناة، وما تنسونيش حبايبي في اللايك والشير لكل اصحابنا مع فيديو جديد ووصفة جديدة، وبعتولي تعليقاتكم على صفحة الفيس منال هوم او الانستجرام منال هوم، واي سؤال اي حاجة انا معاكم وياكم. اشوفكم بالف خير وسعادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.